اسمي مها مامو وأنا شخص بدون هوية، بدون باسبور، بدون وثيقة ولادة، بدون ولا ورقة تثبت مين أنا. Maha Mamo, who is here to represent all of those millions, sadly millions of people who find themselves in the, by no fault of their own, who find themselves in the situation of actually being stateless. لما كنت بسويسرا وكنت عساس رايحة على إيفنت عادي بس حتى أحكي وشارك معهم قصتي. وإذ بتلاقي هونيك بالشخص اللي هو المسؤول عن الوزارة، وزارة العدل بالبرازيل. Thank you, Ambassador. My grandfather saw on Brazil an opportunity to live. He was also a stateless person. And he lived his whole life in Brazil. I'm sorry. Maham and Suad are Brazilian citizenship as well. كان شعور رائع 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 رائع. صار له يومين وبعد هلا مش مصدقة وكأني عايشة حلم. لهلا بعد ما بعرف شو الإحساس بما إنه حلم عم بيتحقق أو شيء أوريدي موجود معي إنه أوريدي حصلت عليه. فالمشكلة هي إنه أنا بعدني عم بحلم، بعدني مش أكيد من شو هو، وبعده الإحساس This is my life dream coming true. Now the real work will start. Now the real mission will start. I have 30 years, but I found out my mission. حياتي هونيك، رفقاتي هونيك، أهلي هونيك، الطبيعة هونيك، كل شيء هونيك خصو فيي مبلش هونيك، أنا درست هونيك وتعلمت هونيك. فأكيد لبنان وطني، ولبنان مطرح ما أنا ربيت، وللأبد حيضل عنده معزة كتير خاصة عندي، وأكيد رح أرجع زوره، وأكيد حأرجع أكون مع رفقاتي، وأكيد رح أرجع أتذكر كل الأيام الحلوة اللي عشتها.